بسم الله الرحمن الرحيم. محاسبة تكاليف وإدارية، 1 حسب 310، الوحدة السابعة، تخصيص التكاليف، المنتجات المشتركة والفرعية. المحتويات هذه الوحدة، عايزين نعرف الفرق بين المنتجات المشتركة والفرعية، مفاهيم هامة، معالجة التكاليف المشتركة، معالجة إيرادات المنتجات الفرعية، أمثلة تطبيقية. الفرق بين المنتجات المشتركة والفرعية، The difference between joint products and by products. إيه الفرق بين المنتجات المشتركة والفرعية؟ المنتجات المشتركة اللي هي joint products، المنتجات المشتركة joint products، تمثل الإيراد الرئيسي، يعني الإيراد اللي بيجي منها يعتبر بالنسبة للشركة هو ده الإيراد الرئيسي. حجم المنتج منها بيكون كبير، لأن دي منتجات رئيسية. القيمة السوقية لها عالية، دي اللي بيختص أو الصفات اللي بتتميز بيها المنتجات المشتركة. المنتجات الفرعية الباي برودكتس، البعض بيسمي المنتجات الفرعية لها أسماء أخرى اللي هي العرضية، المنتجات الفرعية أو المنتجات العرضية أو المنتجات الثانوية. الثانوية، يبقى المنتجات الفرعية أو العرضية أو الثانوية. طب تتميز به، تمثل إيراد فرعي او عرضي او ثانوي، لان مش ايراد رئيسي زي المنتجات المشتركه. طب حجم المنتج منها صغير، بيكون اصغر من المنتجات المشتركه. القيمه السوقيه لها منخفضه. واساس التفرقه بين المنتجات المشتركه والفرعيه يتوقف على معيار الاهميه النسبيه، حيث ان هذا المعيار نسبي وليس مطلق. ليه نسبي وليس مطلق؟ لأن ما هو مشترك أو رئيسي الآن قد ينقلب بعد فترة ويصبح فرعي لتغير الأذواق. لتغير الأذواق، ممكن يكون في منتج الطلب عليه كتير في السوق، الناس عمالة تشتري منه كميات كبيرة، إذا أنا لازم أنتج منه كمية كبيرة حجم كبير، وفي نفس الوقت ببيعه بسعر عالي لأن عليه طلب كبير. نفترض ان اذواق المستهلكين اتغير واصبح موضة قديمة، ما عادش حد بيطلبها، فحجم الطلب انخفض، فلازم يكون الكمية اللي انا بنتجها اخفضها، هنتج منه كمية صغيرة واخفض سعره في السوق. مفاهيم هامة، important concepts. من المفاهيم الهامة مفهوم التكاليف المشتركة joint costs، هي التكاليف التي تحدث قبل نقطة الاشتقاق. التكاليف الخاصة separable costs، هي التكاليف التي تحدث بعد نقطة الاشتقاق لتنقية المنتج من الشوائب وبيعه بسعر أعلى من سعره بحالته عند نقطة الاشتقاق. نقطة الاشتقاق بقى هي ايه؟ spillage point، هي النقطة التي عندها يشتق من المادة الخام أكثر من منتج، أو تنفصل المادة الخام إلى أكثر من منتج. يبقى الجوينت كوستس، سيبرابل كوستس، سبيريتو بوينت. طيب المثال الشهير قوي 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 عن المنتجات المشتركه والفرعيه، صناعه تكرير البترول، الزيت الخام. بيكون عندي المواد الخام اللي هي زي الزيت الخام اللي بيستخرج من باطن الارض، عشان استخرجه بيكون عندي تكاليف، بصرف عليه تكاليف، تعتبر التكاليف دي تكاليف ايه؟ مشتركه، لان عندي نقطه اسمها نقطة الاشتقاق، اللي هي النقطة التي يشتق من المادة الخام أكتر من منتج. بيطلع عند هذه النقطة عدة منتجات، المنتجات دي قد تصنف إلى مشتركة وفرعية حسب التصنيف اللي فات. فممكن يكون ألف وباء وجيم مثلا منتجات مشتركة، منتجات رئيسية، وعين منتج فرعي أو عرضي أو ثانوي. يبقى المادة الخام، الزيت الخام، الزيت الخام اللي هو بيستخرج من باطن الارض، المادة الخام بصرف عليها تكاليف. كل ما ينفق وانا بستخرج المادة الخام قبل نقطة الاشتقاق،
دي تسمى تكاليف مشتركة. بعد ما المادة الخام الزيت الخام يشتق أكتر من منتج، بنزين، كيروسين، سولار، لحد القار اللي هو الإيه؟ اللي يكون باقي من البترول. كل ما يشتق بعد كده، بعد نقطة اشتقاق، ممكن ألف كمنتج أصرف عليه تكاليف خاصة. يعني ممكن أنقيه من الشوائب، أعمله تشغيل إضافي، تشغيل إضافي عشان أنقيه من الشوائب، سواء ممكن ألف، ممكن باء، ممكن جيم. لكن الفرع لا، ما ينقاش من الشوائب، يباع بحالته. عشان أشوف بقى منتج ألف نهائي يبقى ليه سعر بيع نهائي، وب بعد ما أصرف عليه تكاليف خاصة من تشغيل إضافي بقى منتج باء نهائي، وجيم نفس الكلام.